وضعت الدولة نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة. يأتي ذلك لخلق تنمية تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية. مجهود ضخم ومردود عظيم. معادلة تختصر ما شهدته السنوات الماضية في ملف كان يهدد المواطن وهو تطوير المناطق غير الامنة وبناء مدن جديدة تليق بالمصريين من تل العقارب إلى بشائر الخير ومن الزرايب إلى زهور مايو ومن الهجانة إلى مدينة الامل ومن عزبة ابو قرن إلى المحروسة وغيط العنب والاسمرات. وغيرها الكثير من المناطق التي تحولت الى مجتمعات متكامله تغيرت فيها معالم حياه اولئك الذين سكنوا المناطق غير الامنه، والتي كانت احد اهم التحديات التي تواجه الدوله عبر عقود، بل ان الامر وصل الى حد ان البعض كان يضرب المثل بها كنموذج للحياه البائسه التي تعيشها شريحه من المصريين. ميزانيه بالمليارات خصصتها الدولة منذ عام 2014 للقضاء على المناطق غير الآمنة حيث استفاد واحد واثنين من عشر مليون مواطن من تطوير هذه المناطق التي بلغ عددها 357 منطقة في 25 محافظة بإجمالي 246 ألف وحدة سكنية وبتكلفة بلغت 63 مليار جنيه كتكلفة للمشروعات والقيمة التقديرية للأرض التطوير والتنمية طال كافة ربوع الدولة فمحيط سور مجرى العيون كان هو الآخر على موعد مع التطوير لتلك المنطقة التي تعد مدخلا لمنطقة القاهرة التاريخية التي أصبحت هي الأخرى محط أنظار المستثمرين العالميين ليس هذا فحسب بل إن بناء المدن الجديدة حقق استغلالا أمثل للأراضي غير المستغلة بربع الدولة ويسهم أيضا في توفير فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة مع تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي فضلا عن أن المدن الجديدة تلعب دورا مهما في تحسين جودة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التصميم البيئي المستدام واعتماد تكنولوجيا الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بشكل فعال بمدن الجيل الرابع التي بدات تنتشر بانحاء الجمهوريه. اذا هو اهتمام مستمر من القياده السياسيه لخلق تنميه تحقق التكامل بين اقاليم الدوله المختلفه في اطار التنميه الشامله للدوله المصريه، حيث وضعت الدوله نصب عيونها تنميه كافه مناطق الجمهوريه والاستفاده من الامكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل اقليم ومنطقه.